إلهي إلهي لا تحجب دعوتي، إلهي لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري وأنت العالم سبحانك بسري وجهري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا وابتليتني فلم تجدني صابرا فلا أنت سلبت النعمة لترك الشكر ولا أدمت الشدة لترك الصبر. إلهي أنت الكريم ولا يكون من الكريم إلا الكرم. إلهي 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 أتوب إليك متابا ومهما ابتعدت أزيد اقترابا ومهما تجاوزت حدي فإني أوجه إليك قلبا مذابا. إلهي 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 إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل التقى ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وحذر أهل الخشية وطلب أهل العلم ونية أهل الورع وحذر أهل الجزع حتى أخافك اللهم مخافة تحجزني عن معاصيك وحتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به كرامتك وحتى أناصحك في القوة خوفا لك وحتى أخلص لك في النصيحة حبا لك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك. سبحانك خالق النور وسبحان الله العظيم وبحمده. إلهي إلهي إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي إلهي لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني
وأنا أرضيك، والحمد لله رب العالمين.